هي أخبار المحترفين المصريين في الخارج، فقرة جي بي اس، فقرة يوم الأربعاء اللي نتعرف عليها على مشاركة ومستويات لاعبتنا مع فرقهم في الدوريات المختلفة. تعالوا نبتدي جولتنا، والبداية طبعا مع مو صلاح اللي بينتظر النهاردة لقاء مهم جدا، وطبعا بعد سباعية إيرلينج أو خماسية إيرلينج هالاند في سباعية السيتي تقدم على صلاح وبقى هداف بطولة الشامبيونز ليج في أوروبا برصيد 10 أهداف، وراء على طول بيجي صلاح برصيد 8 أهداف. نتمنى أنه صلاح النهاردة يكون ليه دور. ريمونتادا صعبة وتكاد تكون مستحيلة، ولكن كل شيء وارد. بنشوف سبعات وثمانيات غريبة السنة دي في البطولات الأوروبية. محمد صلاح شارك في خسارة فريقه، طبعا المفاجأة جدا، فريق كسبان مانشستر يونايتد 7 يخسر من بورنموث بنتيجة 1-0 في الدوري، شيء يعني ليفربول السنة دي ماشي على سطر وبيسيب سطر. مدة مشاركة صلاح كانت 90 دقيقة، كان ليه محاولتين على المرمى، وطبعا أهدر ركلة جزاء في المباراة. تمريراته 30 تمريرة بنسبة دقة 77%، ولمس الكرة 42 مرة وخسرها 14 مرة. تقييمه في المباراة دي كان 6.4 درجة، وليفربول حاليا يحتل المركز السادس في البريمير ليج برصيد 42 نقطة. والمباراة اللي جاية طبعا النهاردة أمام الريال في الشامبيونز ليج في سانتياغو برنابيو في مدريد. نسيب ليفربول ونروح لتركيا، والبداية مع كوكا، أحمد حسن كوكا لاعب ألانيا سبور. أحمد شارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي خسر فيها أمام أنجارا جوجو بنتيجة 2-0. مدة المشاركة كانت 68 دقيقة، وكان ليه محاولة وحيدة على المرمى، 20 تمريرة بنسبة دقة 65%، لمس الكرة 26 مرة وخسر الكرة 8 مرات. وتقييمه في المباراة 6.8 درجة، وفرقة كوكا ألانيا سبور بتحتل حاليا المركز 11 برصيد 28 نقطة، والمباراة اللي جاية لألانيا سبور هتكون أمام فنرباشا بالدوري التركي. فرنسا، مصطفى محمد مهاجم اف سي نونت الفرنسي شارك في مباراة فريقه الأخيرة واللي انتهت بالتعادل أمام فريق نيس. النتيجة انتهت طبعا، المباراة انتهت بنتيجة 2-2. مدة مشاركة مصطفى كانت 25 دقيقة بس، أحرز هدف من الهدفين اللي سجلهم نونت، وكان ليه محاولة وحيدة على المرمى، تمريراته 2 بنسبة دقة 50%، نجح في واحدة وخسر الثانية، لمس الكرة 7 مرات خسرها 3 مرات، والالتحامات الهوائية 2 ما نجحش فيهم، وإفساد هجمات للمنافس مرة وحيدة، وتقييمه كان 7.1 درجة. وفريق مصطفى نون بيحتل حاليا المركز ال 14 برصيد 29 نقطة، والمباراة المقبلة ليهم هتكون أمام أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي. ألمانيا، مرموش طبعا اللي اتكلمنا عن انتقاله لأينتراخت فرانكفورت من فولفسبورغ مع الموسم القادم. الفريق أو فريق مرموش فولفسبورغ لعب مباراة في الدوري الألماني تعادل فيها أمام يونيون برلين بنتيجة 1-1، ومرموش شارك لمدة 90 دقيقة وكان ليه 4 محاولات على المرمى، مراوغات 4 نجح في 3 فيهم، وأهدر فرصتين مؤكدتين، تمريرات مفتاحية 3، وصنع فرصة مؤكدة مرة وحيدة. تقييمه في المباراة كان 6.6 درجة، وفولفسبورغ بيحتل حاليا المركز الثامن برصيد 35 نقطة في البونز ليجا، والمباراة القادمة ليه هتكون أمام شتوتغارت في الدوري. من ألمانيا نروح للمملكة السعودية، نروح لحجازي طبعا اللي بيقدم واحد من أقوى مواسم ليه مع اتحاد جدة الحقيقة. شارك حقيقة في مباراة فريقه الأخيرة اللي فازوا فيها على النصر، واللي الحقيقة أربكت الحسابات الدوري السعودي السنة دي أو الموسم ده نار نار نار. وما بين الهلال والنصر والاتحاد والشباب يعني متوقع منافسة تستمر حتى النهاية، والفوارق أعتقد بنتكلم ما بين الأول الاتحاد للرابع الهلال تتكلم في حدود 4 نقاط، فكل الاحتمالات قائمة. احمد زي ما قلت لحضراتكم شارك في مباراه فريقه الاخيره اللي فاز فيها على النصر السعودي طبعا بوجود رونالدو 1-0، ومده مشاركته كانت 90 دقيقه، افسد 4 هجمات للفريق المنافس، التحامات هوائيه 4 نجح في 3 فيهم او 3 منهم، وتمريراته 54 بنسبه دقه 91%، والتمريرات الطوليه 7 نجح في 3 منهم، وتقييمه في المباراه كان 6.9 درجه. كل التوفيق طبعا لنجم المنتخب الوطني احمد حجازي. وعلى نفس المنوال يسير طارق حامد المتألق مع اتحاد جدة،
شارك لمدة 90 دقيقة في نفس المباراة، كان ليه 80 تمريرة بنسبة دقة 88%، تمريرات طولية 4 نجح في 3 فيهم، ولمس الكرة 91 مرة وخسرها 13 مرة، ارتكب 4 أخطاء على مدار مشاركته، تقييمه في المباراة كان 6.8 درجة. واتحاد جدة بيحتل طبعا صدارة الترتيب حاليا برصيد 47 نقطة، والمباراة المقبلة للاتحاد في الدوري هتكون أمام الفتح السعودي.